السلام عليكم. عودة إلى ملعب دويرة حيث أنه فيها تصور جديدة، لكن لا جديد يذكر، يعني العملية تاع الكراسي، وضع الكراسي تقرب من النهاية، وبداية وضع التربة نتاع المخصبة لغرس العشب الطبيعي. إذا هذا هو الجديد اللي عندي بالنسبة لملعب دويرة. بدون ما نطول عليكم، خليكم مع نهاية الفيديو. السلام عليكم.